واخيرا شدت يا ويله، الحمد لله شدت. السلام عليكم، خير يا علا، شنو الجو؟ انا حاليا موجود في شركه سكاي تك للاتصالات والتقنيه، واحده من الشركات الموجوده في داخل مدينه زليطن، وفتحت في شهر 4 في سنه 2018. شركه دي توفر خدمه انترنت عالي السرعه للمؤسسات الحكوميه والغير الحكوميه، واكبر شيء توفرته داخل المقاهي. الشركه هذه تمتلك اكبر شبكه الياف بصريه داخل مدينه زليطن. بالاضافه لخدمات الانترنت، شركه سكاي تك هي تعتبر موزع معتمد لشركه هيك فيجن، متخصصه في الحمايه والمراقبه. وطبعا سكاي تك حاليا هي الراعي الرسمي للبرنامج الخاص اللي ان شاء الله حنبدا فيه الفترة الجاية على اليوتيوب وعلى الفيس. البرنامج هذا حيكون مغاير للفيديوهات اللي قبل، حنحاول اني ندخل فيه حاجات جديدة وامور تهم المجتمع اكثر حاجة، بعيدة عن جو التقليد والله حاجة زي هيك. ليش نتكلم عليه هلبها؟ تو الفترة الجاية حنبدأ في التصوير مجموعة من الحلقات، وبعدها حنعلن عليه البرنامج ووقته وامتى ينعرض بالضبط. المهم هذا الفيديو لموضوع الرعاية وموضوع دبشة، المهم بديت نخرب. لا لا، ماشي.